في المتن لابد أن تعرف وين. سيد الشهيد أذني أرجعوا لها مفيدة جدا. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في كتابه تعارض الأدلة تقريرات السيد الهاشمي يقول الشروط العامة للتعارض غير المستقر، يقول متى يمكن أن نجمع بين النصوص، ما هي الشروط؟ إذا توفرت يصح ماذا؟ الجمع. أما إذا لم يتوفر شرط انتفت هذه الشروط أو شرط من هذه الشروط بعد يصح الجمع العرفي أو يصح الجمع أو لا يصح، لا يكون التعارض غير مستقر وتعارض بدوي، بل يكون تعارضا مستقرا. الأول، خلوا ذهنكم عند هذه إن شاء الله في وقتها سيأتي. الأول أن يكون المتكلم بكلا الكلامين اللي متعارضين متهافتين اللذين يجمع بينهما بأحد أنحاء الجمع المتقدمة واحدا أو بحكم الواحد، يعني إما أن المتكلم واحد حتى نجمع ماذا بين كلماته، أو أن المتكلم بحكم ماذا بحكم الواحد، وهذا أصل موضوعي في عملية الجمع. يعني صحيح أن المتكلم أمير المؤمنين، وصحيح أن الكلام الثاني المنافي هو الإمام ماذا الجواد، ولكن كأنه كلام ماذا كلام واحد. هسه سؤال، خلوا ذهنكم يمي أعزائي حتى تعرفوا، هاي أنا من أأكد على الأبحاث الكلامية، هذا الأصل الموضوعي وين مبحوث في علم الأصول؟ وين درستوا هذا أنه أن كلام الأئمة بحكم كلام جن؟ إذا لقيتونا في مكان في علم الأصول دلونا عليه، خلينا نشوف شنو دليل هذا؟ بي دليل هذا؟ ليجي الآن فد واحد يتكلم لي بلغة خطابية كلهم نور واحد، هو أصلا وين عندنا إحنا رواية كلهم نور واحد أصلا هذه؟ ثم شنو معنى هاي الرواية؟ وإذا عندنا رواية كلهم نور واحد شنو معنى أصلا؟ هذني كلمات هذه مال يستحسنه العوام، هذه كلماته عوام العلماء، بلي هن أصلا هن رواية موقعا هن متعارضة، أحسنت، هذه كلمات عوام العلماء. هذا أصله وين؟ أن يحكم أنه أما مع فرض التعدد فلا يأتي الجمع المذكور. شو هذا الأصل الموضوعي اللي أنت كل نصف علم بحث التعارض 200 صفحة مبني على شنو؟ قولوا ها؟ وين أصل الموضوع؟ وين بحثي؟ نصف علم الأصول مالك مبحوث مبني على قاعدة قبح العقاب بلا بها، وين مبحوث؟ وين؟ وين ما ذهبت؟ براءة عقلية براءة عقلية، مو هالشكل؟ هو أين ذهبت تبحثها؟ أين مكانها؟ ما هي قواعدها؟ جيد، هذا الأصل الأول أعزائي. الأصل الثاني، ولهذا مرارا أنا قلت لأعزائي بأنه عندما واحد يريد يدخل في عملية الاستدلال الأصولي عملية الاستدلال الفقهي بصف أكو فجنطة أصول موضوعة مولانا 20-30 أصل موضوع من الفلسفة، 40-50 أصل من علم الكلام، 60-70 أصل من التفسير، 100 أصل مولانا من اللغة، 150 أصل ما أدري من السيرة، عد كلها ما تينا ما يبحث كما قرر وين؟ في محلي، أحسن في محلي يقل. هسه وين محله وحقك؟ هو ما يدري أصل محله وين، ولكن يفترض أصول موضوعة ويدخل البحث. هذا الشرط الأول أعزائي. الشرط الثاني،